حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبابا الإمام الحسين. إش قد روايات إحنا عندنا تتكلم عن ثواب زيارته، عن ثواب الالتصاق به، عن ثواب نعم السير نحوه، ثواب قصد الحسين سلام الله عليه. لما الإمام الصادق عليه السلام يقول في كما ورد في كامل الزيارات، يقول صلوات الله وسلامه عليه: من سار نحو الحسين زين كانت له بكل خطوة ثواب، شنو ثواب؟ حجة. خطوة خطوة، كل خطوة يخطوها إلى شنو؟ ثواب حجة. وكلما رفع قدم غفر الله له سيئة وأبدلها بحسنة. هذا شنو؟ هذا ذهابا وإيابا، أعطاه الله بكل خطوة ثواب عمرة مقبولة. شن هذيل اللي يروحون مشاية، هذيل ما عندهم شغل، هذيل هكذا عبطا يسيرون، لا عندهم يعني لا توجد عندهم أهداف إلا أنهم ماشيين مع الناس حشر مع، لا هذيل استذوقوا واستطعموا، وهذيل عرفوا كيف وجهت الروايات، وجهت روايات الأئمة وجهتهم، فجاءوا لكي يطبقوا هذا الكم الهائل من النصوص مقابل ما لا يمكن أن يعد ولا يحصى من الأجر والثواب والمنزلة الرفيعة. زين هذه كلها ما تجعل في مقامات الشهادة، في مقامات الشهود، في مقامات من يعرف ما له من الأجر والمنزلة. ثانيا الحسين سلام الله عليه اللي احنا في عقيدتنا بأن سفينته أكبر وأوسع وأسرع، وأن أعظم باب من أبواب الله سبحانه وتعالى هو باب الحسين، أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. يقولون حق الإمام: سيدي أولستم كلكم سفن النجاة؟ قال: بلى، ولكن سفينة جدنا الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع. أنت تعتقد من يرتبط بالحسين حبا ولاء إخلاصا عملا وظيفة خدمة هذا مو مقدر في عين الحسين؟ بلى والله هذا كله مقدر في عين الحسين، فما بالك من يمضي في طريق الحسين عليه السلام حبا في الحسين، عشقا للحسين، ذهابه يكون التصاق بالحسين وإيابه يكون شوق ومحبة للحسين. هذا إن خرج من دار الدنيا بأي أجر يخرج، بأي مقام يخرج، بأي منزلة يخرج، هل يخرج بمنزلة عادية أو بمنزلة محترمة موقرة لأنه ارتبط بسيد الشهداء؟ هذا اللي موجود عندنا احنا في وعودنا. من قصد الحسين زائر، ومن قصد أمير المؤمنين زائر. ويقول الإمام عليه السلام الله عليه: يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلة. والشكل الحسين سلام الله عليه موعد إنه إذا مات الميت يحضره ويقول له: أنت غريب البلا وأنا غريب كربلا. والشكل الإمام الرضا سلام الله عليه موعد إنه يحضرنا عند الموت، عند القبر، عند كذا. السيدة الزهراء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسلمان: يا سلمان، إن حب ابنتي فاطمة ينفع في 100 موطن أهون تلك المواطن، عند الموت وعند القبر وعند نعم الميزان وعند الصراط. إذن فمن خرج من دار الدنيا على هذا الميزان فهو معهم قطعا، هو معهم. إضافة إلى ذلك، إن لم نتيقن بأنه معهم، على الأقل نحن نعلم، اللي يعرف حقيقة جودهم وكرمهم يعلم بأن أهل البيت ما يتركون واحد التصق بهم.
ما يترك واحد قصدهم، فإن خطأ أحدنا نحوهم 10 خطوات هم يخطون نحونا 100 خطوة. هذا وعد، هذا ذكر، ذكروه: من خطأ نحونا 10 خطونا نحو 100، ومن خطأ نحونا 100 خطونا نحو 1000. وشكل فهنيئا حقيقة. إحنا اليوم بمناسبة 40 شخص عزيز على قلوبنا، أبو أحمد رحمة الله عليه، هذا الشاب المؤمن طيب القلب الخلوق، ابن هالأسرة الطيبة، رحمة الله على والده، رحمة الله عليه، مشاكر حقيقة، كان مثال للتقى والصلاح ودماثة الخلق. والله يحفظ والدته وإخوانه الأعزاء وأهل بيته. حقيقة يعني أنا شخصا لا أعرف يعني بأي لسان أذكره أو أمدحه، لكن أختصرها بكلمة واحدة: إن أردت أن أقول في حقه شيء أقول: مضى في طريق الحسين حبا للحسين، عشقا في الحسين، إخلاصا للحسين. والحسين عليه السلام، الحسين عليه السلام هم عرف شلون يختار أصحابه، عرف شلون يختار المخلصين. أنا أذكر كلمة أقولها وأختم حديثي: شايفين يا جماعة، إذا أكو غياب يغيبون بسفرة طويلة شوية، علاج، دراسة، شوية تطول سفرتهم، والشكل هذيلي من يجون من السفر يخبرون العائلة: ترى اليوم الفلاني راح يوصلون. فتصير لمة من الأهل، من الأحباب، من العوائل: يلا يلا خل نروح نستقبل فلان، خل نروح نتلقاهم، خل نروح نقدم. عاد يجون ناس بيدهم ورد، بعضهم بيدهم ملبس، ها يقطون على راسه اللي يرجع من الحج أو كذا، أو اللي يرجع من الزيارة، فرحانين فيه. أنا أقول هذه الكلمة أقدمها لذوي المرحوم رحمة الله عليه، حتى نتسلى بهذه الكلمة في أعماقنا، ويكون عزاؤنا بهذه العبارات. أقول رحمة الله عليه أبو أحمد: إن خرج من دار الدنيا فخرج من دار الدنيا لكي يتلقى ركب آل بيت رسول الله، راح بال40. وعندما خرج الزوار لكي يستقبلوا زينب ويواسوها على مصابها بفقد إخوتها، شن اللي بإمكانهم أن يقدمون لزينب حتى يسلونها وللإمام زين العابدين غير ما الشيعة والأحباب والزوار قدموا أبو أحمد لكي يتلقى نعم ركب العقيلة زينب. ولهذا لما وصلوا إلى كربلاء، أنا ما أدري شنو حالته كانت لما وصل إلى كربلاء، هل تمنى أنه يخرج معهم؟ هل تمنى أن يكون بمعيتهم؟ هل تمنى أن يكون مع زينب والإمام زين العابدين وأولاد رسول الله مرافق؟ ولهذا الله استجاب دعاءه فجعله في ركبهم معهم أينما ذهبوا. إيه نعم، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع آل بيت رسول الله، مع من كان يحبهم ويودهم. إيه نعم، والأعظم من ذلك يوم اللي جلست العقيلة زينب على قبر أبي عبد الله. إن شاء الله هذا الثواب أيضا يشمل الفقيد السعيد، يوم اللي جلست على قبر أبي عبد الله تقل لفيانا وعلى قبرك قعدنا، لفيانا وعلى قبرك قعدنا، خويا نخيناك يا عزنا وضمدنا، خويا هذه المحامل قوة ومردنا، الأرض المدينة وطنجدنا، مهم ناس بنمشي وحدنا، أي والله مهم ناس بالغربة. تريدنا جل
جلست العقيلة على قبر أبي عبد الله تقل أخويا أربعين ليلة فرقيتك فارقيتك خويا ومن عود يجيب لحدك لقيتك اي والله من عود يجيب لحدك لقيتك انا قعدت يمك يا خويا ونخيتك اي مثلك يا خويا يعوف بيتك ثم جعلت تنظر يمنة يسرى الامام زين العابدين كانما ينظر الى العقيله والى لسان حالها مع الحسين هذا الحبيب اللي مو يوم ويومين اربعين ليله فارقت حسينها تقل اخو شايف العزيز لما تروح بعد هالايام تقعد على قبره تقول فلان ابو احمد تعال شوف اخوانك عند قبرك قاعدين زوجتك اولادك ها يصير لسان حال لكن شوف لسان حال زينب شنو لما قعدت يم الحسين تقل اخويا انا جئتك وجبت الراس جبت الراس ويا خويا ومن السبي كانت بسلواي والله دقعد يا عز ونور عينا لكن أخاف لما تضع رأسه على القبر تسمع اعتاب من صاحب القبر زينب هالله هالله بالعيال الوصيتك فيهم لكن زينب اسألك فلانة اجت زينب ظلت احد من الحبايب ما اجوا لو جبتيهم كلهم تقول لي يا اخويا يا اخويا جيتك يا ضيعناي والعائلة يا حسين كلها رجعت وياي لكن يا ابو الغيرة ارد اعتذر منها ليلة جمعة بنتك رقية اليوم ما رجعتها وياي خويا بس وحدة يا ابو اليمة تركتها يا بديرة غراب اني فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا يا الله. إلى هنا بحق محمد وآل بيت محمد اشفي كل مريض لا سيما المرضى المنظورين، اللهم البسهم ثوب العافية، اللهم اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشى. بحرمة محمد وآل بيت محمد، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اجعل أول ساعة في موتنا أول ساعة في راحتنا، لا تفرق بين ساداتنا وأمتنا في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا، رزقنا في الدنيا زيارتهم واتباعهم وفي الآخرة شفاعتهم ومجاورتهم. اللهم الفقيد السعيد مرحوم عادل بغلي أبو أحمد رحمة الله عليه، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين،
واحشره مع محمد وآل بيته الطاهرين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه وإيانا وارحمنا وإياه برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روحه الطيبة وإلى روح والده وإلى أمواتكم جميعا ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار.